السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الصغار، كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ في هذا اليوم سوف ندرس شيئا من القرآن الكريم. هل تعرفون ما هو ديننا؟ الإسلام. وما هو كتابنا؟ القرآن الكريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والآن نريد أن نقرأ معكم سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. أعوذ بالله